شكرا يا اسلام. شبك يا حنان كانك مو اشتقتي لي. جلال انا ما عاد قدراني، انا حاسه حالي كل مالي عم بغلب. اوه خليني احكي هالكلمتين وخلص. كلمتين شو؟ يعني انا جاي اقول لك انه احكي. نحن لازم نترك بعض. ايه هيك لازم. حنان هذا حكي فاضي. انا توقعت بعد الغيبه اللي غبتيها عني تكوني جايه مقتنعه. مستحيل. لا ما عم بقدر، ما عم بقدر اتخيل. انا ما فيني ضحي اكثر من هيك، ما فيني. طيب 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 خلص خلص. احكي براحتك. ليليان، ليليان يا جلال. أنا لولا ليليان كنت تجوزتك وما سألت عن شيء بالدنيا. أنا ما بدي أهلي، ما بدي حدا. أنت حياتي، أنت أهلي. بس كمان ليليان أنا ما فيني أعيش بدونك، ما فيني. إذا بدي أقول مثلكم يلا سهرت عيد رأس السنة بالبيت، أي بيت؟ يا حسرتي مقطوع من الشجرة مالي حدا أنا. يا حبيبي رح تبكينا عليك. ما هيك؟ إن شاء الله لا تشفق لنا قلبنا. أكيد، أعطيني بابا غنوج معيتك. والله أنا رح أقضيها مع أهلي بالبيت. أنا بالنسبة إلي بالبيت مع أهلي، والضح جاي يسهر عنا بليلة رأس السنة. أيوة، أصبح أنا هلا ملزم استقبل خطيب أختي وأهله. أهلا وسهلا طبعاً بتشرف. شكرا. شكلي انا كمان رح ضل بالبيت واستقبل خطيبك معي. انا بسهر معي. انا وياك لحالنا؟ شو المشكلة؟ ايه مو ظابطة. بس على شرط بتجي بسهر عنا. اوكي موافق. بس على شرط يكون في اكلات طيبة. ها؟ ولو استطعت لكنت أدرك أننا ثمر على وشك السقوط عن الشجر. ثمر على وشك السقوط عن الشجر. اجيت من دون موعد. لا ولو انت بدك موعد فوتي. تشربي شي ولا بعد العشاء؟ لا هيك ولا هيك. عادي عاوزتك بموضوع. يا سيدي ريم وانور بيحبوا بعض. لينا ووائل في هيك شي ملاحظ عليهم من جديد. هلا اللي بعرفه انه لينا ما بتفكر بالارتباط نهائيا، فما بعرف شو مدى العلاقة بيناتهم. طب انتوا ما بتحكوا مع بعض بهيك مسائل؟ مو لانه ممنوع او خط احمر، بس يعني هيك تعودنا. غريب، مع انه اللي بيعرف شخصية عمي ما بتوقع يكون الجو هيك بالبيت. السبب مو عمك، السبب عمي انا. شايف انا عمي احسن من عمه. قصدي عمو جلال طبعا. وانور كمان بيشبهه كتير. لما كان يحس انه في شي خاص بحياتنا ما كان يدخل نهائيا. ليش كم مرة كان في شي خاص بحياتك؟ بحياتك ولا مرة. صحيح عندي رفقات بالجامعة ورفقات من العيلة كمان، بس ولا مرة تطور هيك شي ليصير علاقة. بعدين ضليتني مخبية كلمة بحبك لك بقلبي لحد ما اجيك انت. بدك دخيل قلبي. بدك تنهي علاقتنا؟ طلعي فيني.
بدك تنهي علاقتنا؟ أنور لا تصعب موضوع علي. ليش؟ ما بقدر أفسر لك، الموضوع كتير خاص، له علاقة بالبيت بأهلي، عندي شوية ظروف بخلوني ما بقدر أكون معك بعد هلأ. في حدا؟ عريس مثلاً؟ بحقق شروط المناسبة للسيد الوالد؟ وإمتى تقدم لك؟ خلصنا أنور، شو بدك بالتفاصيل؟ وعطيتوه الأوكي؟ أنور أنا ما بقدر أطلع عن طاع أهلي بهذا الموضوع، ما بقدر. هي أنا وهي قدرتي. يعني هلأ أنا قاعدة بجلسة محاكمة؟ مو محاكمة، أنا بحاجة لتفسير. تفسير مشان شو؟ شو مشان شو؟ أنت شخص قريب مني، أنا كنت معتبرتك صديقتي. وبطلتي طبعاً هلأ؟ ما بطلت، بس أنا بدي أفهم شو اللي عم بيصير. لسه من يومين كنتي عم تحكي لي قديشك مبهورة بعمو ميشيل، شو اللي صار؟ ليك رح يتجوز خلص. عم تنتقمي منه بطارق ومنى؟ لا ما عم انتقم منه بطارق ومنى، أصلا اللي صار مع طارق ومنى قبل ما أعرف إنه رح يتجوز. من جمعة عطيتيه موافقة ولا أنت عندي هون؟ لأني بحبك أنت، لأنه بدي آخر لقاء يكون حلو، يكون حقيقي وصادق. طلعي من خلقتي ريم. شو؟ طلعي من خلقتي؟ أنور لريم عم تقول هذا الكلام؟ لك امبارح قلتي له إيه للعريس ويمكن إيدك بإيده ولا أنت عندي هون؟ اطلعي من خلقتي ريم! وحدة عندك خلل نفسي من جوا، عندك شي مو متوازن وعم تحاولي تغطيه بهي التصرفات السخيفة. ودخيلك ليش محموعة كل هالقد يعني؟ كل هاد مشان طارق ومنى، ليكن قدامك روحي رجعيهم لبعضهم. ما فشلتي؟ بعد ما لحق وحدة مثلك، إذا هي بدها ترجع له أنا ما رح خليها. ولك تضربي منك إلن، طلعي لبرا ولي. أنتي وحدة فعلاً حتى حرام الواحد يحكي معك. يا عم الشوم. شكلك معصبة؟ ايه والله معصبة ومصدومة. ايه هاتي لنشوف مين صدمته اكبر. ليش انت مين صدمة؟ الاسيرين. يا حبيبي ليك والله ما لي خلق فوت على البيت، تعال روح نتمشى شوي. شرفي. هذا قراري ولازم دافع عنه. ما حق مثلي. لازم ادفع ثمن. في ثمن اهون من ثمن.
عم بقدر ركز، بدك تعذرني. طب هيك مرة واحدة؟ طب شو السبب؟ بلكي بقدر ساعدك. ليش ما عرفت؟ لا والله. شو؟ هاي صارت سيرتنا على الزام الطالع والنازل. كلنا من أفكر بيتك ودلالك. لكن فلتية لبنتك على حال شعرها ما بتسأليها وين رايحة وين جاية. كأنه ما في رجال بالبيت. لك داخلي بهالبيت اخترقت منكم. لك اخترقت. مين؟ مساء الخير خالة، أنا وضاح جاركم. أهلين، شو بتري؟ ممكن أحكي مع مروان شوي؟ يلا يلا. أهلين وضاح، خير؟ كيفك مروان؟ ماشي الحال. كنت أقول لك تفضل، بس والله معشوق شوي بالبيت. لا ولا يهمك، بس أنا جاي أخذك مشوار صغير. لوين؟ مروان، أنا شفت حسن طالع من عندكم وبعرف شو جاي يحكي. بقى عندي كلمتين بخصوص هذا الموضوع. ها يعني الحارة كلها مقبولة بالقصة؟ لك يا مروان اهدى شوي واسمعني. اتركني اتركني. اهدى شوي، هدي، مو مقبولة بالقصة، مقبولة بالكذبة. بالكذبة؟ يا مروان اسمع مني، امشي معي وفهمك على الطريق. مروان امشي عم اقول لك. امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. لك معقولة؟ معقولة انتوا ما عم تشوفوا بعض؟ المشكلة خالتي انه اجى العرس وعجقت العرس والعيد اجوا كلهم مع بعضهم. ان شاء الله الف الف مبروك تقبل قلبي. خلي لي اياك يا رب. جاي على كليل ما؟ يعني معقولة ما اجي؟ ها؟ ما انا حضرت عمادتك بصيد ناير. مزبوط. ميشيل، جلال متغير كتير، حاسة انه في شي شاغله، وقلبي عم يقول لي انه في بحياته مرة. ساعده يا ميشيل، هو مو قدران ياخذ قرار. بركي بتتجوزوا سوا مثل ما خلقتوا سوا. انتو يا ميشيل مالكم غير بعض، الله يرضى عليك. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله بعمل جهدي. الله يخلي لي اياك يا رب. علاك اخي، حكي حسان كله علاك بعلاك. اجى لعنا على البيت وقال بده يستشيرنا بالموضوع، وكل ما هنالك انه شاف اختك فايت على البنايه اللي قباله محله. شو يعني؟ انه بيعرف شاب ساكن لحاله هنيك؟ مروان خلينا نفكر موضوعيه شوي. اختك بتعرفه لحسان؟ بتعرفه؟ بتعرف وين محله؟ بتعرفه؟ طب لو كان في شيء ما كانت خبت او دهرت. طيب مروان انا راح احكي لك شغله، بس بدي اياك توعدني انه ما تعمل مشكله عليها. شو هي؟ لا معلش وعدني بالاول. يا اخي بوعدك. شو هي؟ من فتره وانا راجع المساء على البيت، صبي الحلاق اللي باول حركه اللي عم يحاول يحكي معها، والظاهر من الحديث انه عم يحاول يحكي معها اكثر من هذا. لما اختك وقفت وقالت له انا ماني حابب احكي لاهلي مشان ما اعمل مشكله، بس قسما بالله اذا بتعيد هذا التصرف مره تانية راح احكي مع مروان ليتصرف معك. بزمتك هذا حكي مو بالرفع في الراس ولا لا؟ طب رح اقول لك شغله تانية. من فتره جيت انا وخطيبتي على البيت، شوف الموضوع من برا ممكن تفكر فيه بسوء نيه، بس بالحقيقه هي جايه تزور بيت حماه وتتعرف عليهم، وفعلا اجت من وراء اهلها لانه اهلها ما كانوا موافقين على الخطبه. طب ريت اختك بموقف مشابه شو بتعمل؟ بتروح من وراء ظهرنا؟ اي والله بحسب الله ما خلقها. مروان اختك مؤدبة واخلاقها عالية، واذا في حدا بحياتها فهو مشان اليوم يوم من الايام يجي ويطلب على سنة الله ورسوله. استاذ وضاح انت ليش عم تحكي كل هالحكي؟ يعني بدك ما تواخذني، صاركن سنين وايام ساكنين عنا بالحارة وبحياتكم ما تدخلتوا بمشاكلها، ليش هالمرة بالذات لحتى تدخلوا؟ لانه بحكي اللي مقتنع فيه وبكره الصلاة. شو بيطلع بيدي اعمل وما عملت؟ هي انت على علمك يا سيدي، هي انت محامي، لا الي حل، لا الي طريقه تكون جديه وانا موافق سلف شو ما كانت تكون. يا رجل شبك عند اول منعطف كل واحد بيروح بحال سبيله، شو بنا؟ على علمك ميشيل انا رميت لك كل ورائي وبجديه، بس كمان انا عندي وضعي وعندي كرامتي، يعني وافقت اتجوز بعد ما كنت رافض كل شيء. ايه بس بتحبها؟ لك طبعا بحبها اكيد بحبها، بس كل ما بحكي معها على المستقبل شو بدنا نسوي بحياتنا يا ميشيل بتسكر لي كل ابواب وشي. طب تفضل حضرتك قل لي شو اعمل. طبعا انت مو سائل. لك شو عم تحكي انت؟ شلون مو سائل؟ سائل ونص كمان. اذا شايفني عم عربد بكون عم اقطع وقت هيك يعني. شو يعني بتنساها؟ شو انساها؟ يا ريت انساها، ما بقدر انساها اصلا، بس هي كمان تتحمل شويه مسؤوليه يا اخي، تتنازل شوي. لك يا رجل حط حالك بمحلها. ايه
ايه انت ابنك ما خطر له يكمل علمه وقومت الدنيا وقعدت عليه؟ كيف هي؟ بدها تتحدى اهلها وبيتها وبنتها، ما في حدا بالعالم اللي حيوقف ضدها. لك وانا لي حق استقر بقى يا ميشيل، وهي تعيش حياتها مع حدا بتحبه. لك الا ما نلاقي حل، طول بالك انت، معقول تخسر كل شيء؟ طب تفضل حضرتك، لاقي لي حل، لاقي لي حل وانا جاهز. اختك اختي، وانا ما برضاها تنظلم، ولا برضاك انت تتورط وتظلمها معك. قسما بالله لو كانت بالبيت لحتى طلعت بروحها. لكان مع مين كان العيال؟ مع امي واختي الثانيه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بس تعرف وطاه، والله انك كبرت بعيني، وانت هلا مو بس اخي، والله اذا بتطلب روحي لحتى اعطيك اياها. بس اذا هذا الحكي من طيبتك ومعدنك الاصيل. روان انا هلا رحت كلمتين مع اخي وابن حارتي. اخواتك ربي وكبروا قدام عينيك وسمعتهم بالحاره مثل المثل. بس سيدي بني ادم ممكن يغلط، بس اذا حدا غلط لازم نفهمه ونستوعبه ونعلم مشلقته. لعيونك بتضاح، والله وانتو كمان سمعتكم مثل المثل، وانت بتمون على الرقبه، بس هذا حسان الزفت والله حسابه عسير، وكمان صبي الحلاق. ولو يا مروان ما انت وعدتني. لكن يتحرش باختي واسكت له. شو فيها؟ ما طول عمره الشباب تحركشوا مع البنات. هلا بدك تقنعني انه بحياتك انت ما تحركشت ببنت؟ يا عيني عليك. يا عيني عليك، شو كان بدك بكل هالشغلة؟ ماما هذا جارنا، وطالما فينا نعمل خير ليش ما نعمله؟ وإذا طلع كلام حسان صح، شو بتكون عملت؟ إذا طلع كلامه صح فبيكون جاي ويخطبها. ولبين ما يخطبها وأهلها يوافقوا بتقوم بتروح لعنده على بيته وهو لوحده؟ على كل ما بيجوز ندين البشر بدون دليل ونحكم عليهم قبل ما نسمعهم. تفضلي. شكراً. فرجيني هاد. إيه لا هذا ضاوي عليك أكتر. خلص على هاد. تعرف يا ريتك جبت شي جديد، هذا عرس صديق عمرك، إيه ما بيستاهل شي جديد. بابا خلص أنا قصة السوق وشراء الأواعي هي مالي فيها بنوب. أي كنت وصيني أنا بجيب لك. معقولة يوصيكي ويقول لك انزلي على السوق وأنتي حامل وبطنك لحلقك؟ إيه كان يوصي حدا تاني. عزمة أبو عامر، ما في حدا تاني توصي؟ خلص بابا. يعني من الوسط الفني تبعك. لك إيه؟ لك احكي. دبيتي القصة أنت؟ التهي بجوزك بابا اشتري له قول له مو غالي. لا أنا ماني بحاجة حدا، أنا بنزل لحالي وبنقي لحالي، بس عزمة عمي، في حدا ولا ما؟ أنا. أنا شاب؟ أنا بعرف. احكي. مين ظلم؟ إيه تيتي، قولي لنا مين؟ ظلم. لك خلص. إيه خلص خلص خلص. اشربوا القهوة. أنوار؟ حبيبي شو رأيك بهالفستان؟ حلو، بس ما عندك شيء اسود؟ ليش الاسود؟ لانه موضة السنة اسود. والله هلا بشو؟ على شو بدي البس؟ البس اللي عملت لك اياه. اي واحد؟ هذا اللي الدانتيل في وراه بطانة دونسال. ايه عرفته، حلو والله هاد فكرة. وصغر بعد هالعمر تساوي عرس مطنطن؟ يساوي على قد حاله. بابا يعني سابق موقفك الشخصي مع عمو ميشيل، بعدين شو عمو ميشيل ختيار؟ ادعمه جلال. ايه ادعمك جلال. لعمك جلال اذا بده يساوي عرس وبده يتزوج رح يساوي هيك. لا اكيد ما رح يساوي هيك، لانه بتكون ثاني جوازي، بينما ميشيل هي اول مره. دايما شو بقى؟ كمل اكلك. شبعت. صحة. كلوا بندورة وخيار. انوار فردها بقى، والله غلاظة صارت، يعني مو لابق لك هيك. لحدا يحاكم اياه، مقهور يقبر قلبي. بس لا تخافي عليه، بيتجاوزها بكل سهولة، اساسا انا ماني عرفانة كيف وقع بهالوقعة. يعني قلت لك انا عم بحسبها غلط؟ لا حبيبتي انت ما عم تحسبيها غلط، الله يهنيكم ببعض، وضح شاب كثير ظريف وشاب بيعرف شو بده بهالحياة، مو مثل هديك المصروعة. شو قررتوا؟ شو بدكم تلبسوا؟ بكره رح انزل على السوق ما لقيت شيء اسود عمي. خلص انا حلبس فستان. افرحي فخر العظام.
الشريف من بشارة القديس يوحنا لإنجيل البشير التلميذ الطاهر. مجد يا رب المجد لنصليم في ذلك الزمان كان عرس في قانا الجليل وكانت أم يسوع هناك فدعي يسوع وتلاميذه إلى العرس وإذ كانت الخمر قد فرغت قالت أم يسوع له ليس عندهم خمر شرفتك. يا أهلين أهلين مدام شرفتك. أهلين عمو أهلين. أهلين أهلين حبيبي. أهلين 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 يا حنان. إن شاء الله. أهلين أهلين فادي. ألف مبروك يا رب. أهلين مدام. فادي الأستاذ جلال الكاتب. فادي أهلين. هلا فرصة سعيدة. يلا تفضلوا تأخرنا. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. شكرا. أهلين أهلين. أهلين أهلين عمو. أهلين أهلين عمو. أهلين عمو. إن شاء الله كل شيء تقدم. إن شاء الله يكون مبروك. خليل إياب حبيبك. شكرا فوصي. شكرا لجيتك. مبروك يا رب. شكرا يا رب. شكرا جلال. مبروك. يلا يلا. تفضل. شو عم تلمس يا رب؟ مبارك عليك. مبارك فيك. مساء الخير. مساء الخير عبد. ما بدك تتعشى؟ لا تعشيت. Thank you.
يا حبيبي. لا ما طلعنا. يعني بتصور هلا شوي تانية طالعين. ليه؟ لا على راس سنة حرام عليك. على راس سنة ماني هون. أقل منا شي أسبوع عسل يا رجل. يطول بالك. طب يعني أضلكم شي راس سنة بلاي. بعينك الله. حبيبي مو إلك للمدام. أوكي حبيبي وصل. الله معك مع السلامة. بيسلم عليك جلال. الله يسلمك ويسلمه. ببين احنا جاهزين، ايمت ما بدك بنلبس ونتحرك. لك ان شاء الله يسلموا الايدين. انا اللي جاهز امتى ما بدك. اي نعم هي وميشيل بالفاكس. اه صحيح صحيح على عيني. رح ابعتهم بالايميل باسرع وقت. مع السلامه. ما حسيتي على حالك؟ كنت رح تفرطي. والله ما بعرف شو صار لي، قلبي كثير صار يطرق. من هالشي منعش اليوم طبعا يا عمي. لكان لانك شفتي. لا مو منشان هيك. لكان مشان شو؟ حسيت حالي قديش مقوله، يعني صحيح شفته بس لساتني على موقفي. لا اتصلت فيه ولا هو اتصل؟ لا. بدك اياه يتصل؟ ايه. وبتردي؟ ما بعرف. يا لطيف شو كذابه يا حنان. يا لطيف لك عيونك ما شلتي عنه طوال لك. ليكي اذا ما بدك اياه باخده. ها بالله شو. بقى هيك انا وايمان وانتي ونشأت والدكتور سليمه. معلش ماما ما بقدر، اتفقنا نسهر عند تيتا. تيتا 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 كل مره بتقولي لي اتفقنا من قبل. ما في شي سنه نسهر فيها سوا؟ اذا كان ممكن باي سنه نسهر سوا فالسنه اكيد لا. مشان سليمان؟ ايه طبعا مشان سليمان. دخلك؟ وشو الجريمة اللي عم بعملها أنا؟ إذا بدك تحاسبيني روحي حاسبي أبوكي بالأول وشوفي شو عم يعمل. يا ماما بابا رجال. أنت كمان بتفكري بهالطريقة؟ مو قصة تفكر بهي الطريقة، بس نحن هيك تعودنا وهيك تربينا نشوف الأم بشكل تاني ونطلب منها أكتر. شو هالمنطق الفاضي ها؟ لك شو هالمنطق الفاضي؟ أنا كل القصة مو عاجبتني. يعني مين هو وطلاقه بهذا الوقت وجاية ابنه لعندك وكلامه؟ خالتك قالت لي؟ والمهم المهم انه اجى لعندك وقال لك كلام كان لازم توقفي عنده وتفكري فيه. شوفي حبيبتي مو انت اللي بتحددي لي وين وقف وكيف فكر وشو بدي اعمل. ايمان ايمان. نعم. انا بدي اعرف عيش حياتي الخاصه بهالبيت ولا مستحيل يكون هالشي وانت عايشه معي. ليش هيك عم تحكي معي؟ شوفي ما في شيء. انا اسفه خالتي بس بالغلط قلت لي اني عرفت انه ابن الدكتور سليمان اجا وحكاها. ليش عم تتاسفي؟ شو صار يعني؟ ليش انت عم تفتري علي؟ مو هيك بس ما بدي اعرضك لمشكله. ما المشكله موجوده موجوده. امك للاسف من وقت ما انوجد الدكتور سليمان بحياتها صار كل تفكيرها كيف بدها تتجوزه. لك ما عاد تسالي على حدا. ان شاء الله بيعيشوا هالايدين يا مرت عمي. ان شاء الله صحة وانا حبيب قلبي. عفوا ملبكينك معنا نحن. عذابك راح حبيب قلبي، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بخير يا رب. بخير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي جلال يعني هلا رح يبلش التصوير؟ يعني كم يوم تانيات لسه. منيح بيكون معه وقت مرحلة على رمضان يعني.
إن عادة المخرجين هيك بفضلوا يعني إنه يكون معهم الوقت مشان المونتاج والمكساج وتجميع المشاهد وبعدين يحدوا يوزعون الحلقات. المرة الماضية يعني العام الماضي علقوا شوية مشاكل بس لحقوا على آخر وقت يعني. ما بعرف نحن ليش هيك صاير تفكيرنا. قديش قبل رمضان كل المسلسلات على رمضان عم نضيع بهالعجقة. انا شخصيا ما بشوف الا مسلسل ابني جلال برمضان. انا ما صار لي نصيب شوفه، كان عم ينعرض وقت التراويح. بركي على الايد عادي بشوفه ان شاء الله. ايه ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب. سبعة ونص ما فيها. ما في سبعة ونص. ساعة يلا عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد سالم. بابا مو سامعتك منيح. ايه هلا احسن. مبسوطة ومنياتي انه يخلي لي ياكل كلكم كلكم. يلا بنفيت بابا. باي. ضيفهم في بيتي محبوب، في لغتي يدعى الحاسوب، يفتح آلاف الآفاق في زمن العلم الدفاق، لغة وعلوم وفنون، فكر وغناء ولحون، تاريخ طب وحساب، هندسة رسم آداب، شاشته نافذة الآن كي أبصر فيها البلدان. برافو عليكي تقولي قلبي. رحي للوش. يلا ماما يلا قومي خلينا ننام مشان بكره تفيقي بكير ونعمل مراجعة قبل الفحص. ايه يلا يلا فوتي حبيبي. الحمد لله على السلامة يا قمر. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك ببيتك. أوه يا سلام، ما في أحلى من بيت الواحد. شو بدك تحكي؟ شو رأيك فنجان قهوة من إيدي؟ لك إن شاء الله بيعيشوا إيديكي. موافق.
مساء الخير. اهلين والضاحية، هلا. كيفك مروان، شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو بلاقيكم؟ ايه والله عندي شغلة هون. طيب روح نشرب فنجان قهوة. لا شكرا ما بقدر روح. طيب اذا رايح البيت نتمشى سوا. وضاح ماني رايح على البيت، بتقدر تروح. يلا يلا يلا. وضاح عم اقول لك ماني رايح على البيت، بتقدر تروح تتركني. انا اسف، اعتذر عن اذنك. الله معك.